فكما قلت في البدايه باش نمشي ملخص لكل المباريات. البدايه باش تكون بمباراه الترجي الرياضي التونسي واسباك اف سي البنيني. مباراه كانت انتهت 5-0 لفريق الترجي الرياضي التونسي. نمشي نشوف الروبورتاج مع ربيع البوغامي ولطفي المهاجر. الدور السادس عشر ذهاب من مسابقة كأس رابطة الأبطال الإفريقية، وضاع الترجي الرياضي أمام فريق مغمور قاريا نادي أسباك البنيني. مباراة غاب فيها الجمهور بسبب العقوبة المسلطة على الترجي الرياضي من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. الحكم الجزائري جمال الحمودي يعطي إشارة انطلاقة المباراة. الترجي منذ البداية فرض ضغط على منافسه، ورأسية المالي درامان تراوري تضرب على القائم الأيسر لمرمى الحارس ألاكبي قبل أن تمر تسديدة أسامة الدراجي فوق المرمى. 7 دقائق، تمريرة ممتازة من درامان في اتجاه يوسف المساكني يتقدم بلمسة فنية يفتتح النتيجة. دائما الترجي في الهجوم، تمريرة في العمق من أسامة الدراجي في اتجاه درامان تراوري، ونتيجة هدف ثاني للترجي. أبناء المدرب نبيل معلول في طريق مفتوح أمام منافس ارتكب عدة الأخطاء على مستوى التمركز. المساكني مرة أخرى يتوغل ويتجاوز المدافع ويتمكن من تسجيل الهدف الثالث للترجي الرياضي وبضرب 15 دقيقة. تتنفس ثنائيه بين القربي والمساكني، القربي يوزع وسينكو ماكسي غلط حارس الاكبي، وهدف رابع لزملاء بن شريفيه. الترجي في طريق مفتوح، تبادل كره بين المساكني الدراجي وخالد شمام، والحكم الجزائري جمال الحمودي يعلن على ضربه جزاء. بالتنفيذ اسامه الدراجي، وهدف خامس للترجي الرياضي بعد مرور أقل من 32 دقيقة لعب. شوط أول غاب فيه منافس الترجي فريق أسباك البنيني مع حضور ناجعة من جانب ممثل كرة القدم التونسية، و 5-0 هي نتيجة الفترة الأولى. مع انطلاقة الشوط الثاني وجدي بوعازي يخدم مكان درامان تراوري، وكالعادة كان الترجي المبادر على مستوى الهجوم. خليل شمامي حاضر للدرجي يسدد وكورته جانبية. 59 دقيقة لعب، كرة في اتجاه خالد العياري، حارس أسباك البنيني آلك بي يقوم بالعرقلة، والحكم دون تردد يعلن على ضربة جزاء. وليد العشري نفذ وكورته جانبية. بعد مرور 72 دقيقة لعب سجلنا أول فرصة تستحق التذكر لفريق أسباك البنيني عن طريق اللاعب ويليام، وخليل شمام يتدخل ويحول الكرة في الركنية. الترجي الرياضي في الدقائق الأخيرة كان بإمكانه إضافة أهداف أخرى عن طريق المساكني ووجدي بوعزي، لتنتهي المباراة بانتصار عريض للترجي الرياضي أمام فريق أسباك البنيني ب5 أهداف مقابل 0. إذا الترجي الرياضي التونسي يحسم الأمور بخماسية نظيفة، لكن خماسية كانت سجلت في 30 دقيقة لعب. ما أعرفش إذا كان نمشي معك كمال الزعيم مع المباراة هذه، إذا كان يعني أمر إيجابي أنه يعني الترجي الرياضي التونسي يحسم الأمور في 30 دقيقة لعب، يعني بقية المباراة الترجي الرياضي التونسي يعني معناها هبط المستوى نتاعو. ما أعرفش تقييمك الشخصي للمباراة هذه، مباراة الترجي الرياضي وأسباك البنيني. لا، إذا كان باش ناخذوا على مستوى النتيجة معناتها 5-0 ديما نتيجة معناتها خارقة للعادة وضمنت مبدئيا الترشح، لكن طريقة ما شفنا ان الترجي في نص ساعه ماركا سجل 5 اهداف، يعني انه كانت قدامه معناتها الابواب مفتوحه انه يحقق نتيجه عريضه جدا.
ما صارتش. هوني نوليو نرجعوا الاسباب علاش الترجي ما وصلش على نفس الوتيره، ما وصلش معناته بنفس المردود باش يسجل اكثر اهداف. شفنا انه معناتها صار تراخي، ثم ريلاشمون كوبابل معناتها، تحس انه الفريق وكانه استسهل برشا المنافس، نقطه معناتها سلبيه هذه. التغييرات اللي عملها المدرب يمكن زاد اثرت شويه على الفريق، خروج تراوري ودخول بوعزي ولا يلعب على اليمين، تغير انتشار الفريق فوق الميدان، يمكن هذا زاد اثر شويه على الاكيليبر تاع الجمعيه وعطلها شويه، وغابت النجاعه زاد على مستوى الهجوم. هذه امور معناتها سلبيه، لازم المدرب يكون واعي بها ويحاول باش يصلحها. لكن المقابله زاد كانت فرصه باش شفنا تراوري في مقابلات رسميه باش نتاكدوا، معناتها تراوري كنا نعرفوه قبل في النادي الافريقي والا لاعب معناتها تغير شويه لعبه. شفنا تاكيد من مساكني اللي كان تقريبا معناتها احسن لاعب فوق الميدان اليوم، معناتها بعد الشان والمردود الكبير في الشان اليوم اكد معناتها انه الموسم هذا المساكني عقد عزم على انه باش يكون ابرز اللاعبين، ويمكن ياسر معناتها في اخر الموسم تشوفوه البر. يعني في 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 الخلاصه نقولوا ان الترجي مقابله كانت سهله، لكن بقدر معناتها ما نتيجه مطمئنه للمرور الدور المقبل، بقدر ما خليت خلفت بعض نقاط استفهام حول حول تغير المردود في المقابله، معناتها ثم امور اللي الاطار الفني معناتها يمكن باش يراجعها. هو كمان حسب ما كان يعني حسب الظروف نجم نقولوا كان برافو للترجي الرياضي التونسي بهذه المشاركه رضا، لكن لو نحكيو على مستوى المباراه ككل يعني كان متداول في الشارع الرياضي التونسي، فريق يعني اسباك البنيني ما عندوش تقاليد كبيره في كره القدم، يعني الترجي كان متوقع باش يكون في طريق مفتوح يعني تحقيق نتيجه ايجابيه وعريضه، لكن بعد 30 دقيقه يعني ما ريناش الفريق الترجي الرياضي التونسي حتى ضربه جزاء يعني كانت يعني مهدوره من وليد الهيشري. وشو يلزم نحطوا المباراه في الاطار نتاعها باش نبداو نفهموها مليح. كل مباراه كره قدم مهما يكون المنافس دائما فيها استنتاجات ايجابيه واستنتاجات سلبيه. الدور هو دور تمهيدي وهذا كنا نحكيو فيه. الترجي دخل فيه بعد ما يقارب 3 أشهر راح، كل المعطيات هذه لازم ناخذوها ونسيقوها، من بعد نحطوا مباراه ريال مون. ثم جات كذلك المباراه هذه اثر مشاركه في الشان اللي فيها بعض اللاعبين من الترجي الرياضي، عناصر الترجي الرياضي موجودين في الفريق. اذا في خدم الشيء هذا كله الى جانب الطبيعه تحضيرات الفريق الاولمبي اللي جزء من اللاعبين هذوما كانوا ينتميوا وما زالوا ينتميوا للفريق الاولمبي. على ضوء هذا كله صارت المباراه هذه من غير جمهور. اذا مباراه الرسم التكتيكي الترجي الرياضي تقريب ما تغيرش كثير على اللي كنا نشوفوا فيه الترجي الرياضي ما قبل توقف البطوله، يعني تقريب الفريق نقولوا مش غريب على بعضه ما عدا درمان تراوري اللي هو نقطه جديده في الفريق وهذه باش نحكيوا عليها حل المردود نتاعو بالطبيعه في عمق الهجوم كمهاجم. الفريق هذا بدا المباراه هذه بقوه، وهذا مش باش نقول خاطر قلناها الناس الكل، بدا المباراه بقوه بشكل تكتيكي اللي هو معروف 4-2-3-1، اللاعبين الرواق اللي هما المساكني والعياري وراهم زوز مدافعين ايمن افورو ايسر شمام، ثم العمود الفقري بطبيعه متكون اولا من هيشري وبنانا، اكيد انه الثنائي هذا ما كانش مستانس يلعب مع بعضه دونك اليمون جديد كذلك، امامهم ثنائي واحد اخر اللي هو عنده استئناس ببعضه ولعب برشا كثير مع بعضه خاصه في المباراه تاع الفريق الوطني التراوي والقربي. وهنا نطرح سؤال سكون ابل يفيد ليكونومي دينرجي بالنسبه للاعبين هذوما، يعني بعباره اخرى المردود نتاعهم ماهوش المردود اللي نعرفوه على القرب والتراوي من ناحيه هما لانتونسيتي دو جو. ثم امامهم بالطبيعه المنشط الدراجي ميليو اوفونسيف وقدامه لاتاكون دو بوانت. اللي صار هو كون مده 30 دقيقه ان سق حاول يهزوا الترجي الرياضي بالامكانيات اللي عنده البدنيه اللي شد بهم 30 دقيقه. اون فاس يافي با دوبوزيسيون، على عكس المباريات الاخرى ربما تنحكيوا عليهم كسوا النجم الساحلي او النادي الافريقي او حتى باجا، يافي ان ادفيرسير كي تي اون فاس كان في المقابل وكان عتيد وكان فما اوبوزيسيون. دونك الترجي الرياضي خدم مده 30 دقيقه، الدليل انه اول كره ياخذها الحارس بن شريفيه ومن طرف زميله في الدقيقه 17، يعني 17 دقيقه حارس المرمى ما مسش الكره. دونك كان تقريب في طريق مفتوح، الشيء اللي خلى لاعبي الترجي الرياضي يستنزفوا جزء من القوه نتاعهم الانرجي نتاعهم تقريبا في الركض في الجري دون أن يكون فيه اوبوزيسيون كبيره بالنسبه للفريق المنافس. حقوا الخمسه اهداف واللي مش باش نرجعوا لسيناريو الاهداف، لكن النقاط الايجابيه والنقاط السلبيه خلال الفتره الاولى هذه سيكو شفنا اولا
شفنا درامان تراوي دخوله في المجموعة كان دخول سهل ما بين قوسين، يعني فيصا ما لقى الاليات مع الدراجي مع المساكني او حتى مع شمام في بعض الاحيان، ودونك كان لادابتاسيون تاعو كانت سريعه وسجل خلال المباراه الاولى. لكن نقطه هامه كون حسم لاحظت انا في المباراه هذه، درمان عنده راحه اكثر لما يكون يجي من الخلف، لما معناتها ماهوش سان اتاكون دو بوينت كيما عكس مايكل اللي كان سان اتاكون فيكساسيون، معناتها يفيكسي لي ديفونسور ويلعب اون ابوي بارابور لاصحابه. الور كو درمان يخير ولعب عنده فنيات في ساقيه، دونك ينجم يحذق تصرف الكره. هذه الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه انه المساكني عودنا بالمردود نتاعو العادي وواصل، لكن السؤال مطروح انه المساكني واصل لكن المده الاولى فقط. يعني في الشوط الثاني ما شفناش المساكني اللي متعودين عليه، انخفض المستوى بالطبيعة. الحاجه النقطه الثانيه اللي قعدت انا مستغرب منها انه في الانفاسيا ما كانتش فما فريق عتيد، وخاصة حارس المرمى، حارس المرمى فريق المنافس كان بصراحة برداءة كبيرة ياسر. استغربت اني مريت حتى تسديدة من خارج المنطقة 16 متر و50 من خارج المنطقة من فريق الترجي الرياضي، يعني بصراحة الحارس المرمى هذاك اللي كنت سدت بون تقول لي أنت سولون لي زوكازيون تشو، لكن الأكيد أنه كنا نجموا فاسيلمون نسجلوا بالطريقة هذيك. الحاجه الاخرى اللي ربما كذلك استغربتها وهنا نقطه سلبيه، سكو يا يو اون ديكونسنتراسيون، نقص تاع تركيز في فتره من الفترات، والدليل كون ضربه الجزاء الثانيه في التسديد نتاعها شفنا الهيش اللي تقدم باش يسددها، وانا نعرف مليح انه الاطار الفني يعطي توصياته انه فما دائما تسلم ترتيبي في تنفيذ ضربات الجزاء، نفذ ضربه الجزاء الاولى شو اسمه الدراجي وكان ناجح فيها، دونك ما راش سبب انه ما ينفذش ضربه الجزاء الثانيه. رينا يعني وليد الهيش هو اللي طلب يعني باش ينفذ هنا سي ان مونك دو كونسونتراسيون. شو معناتها؟ معناتها بعباره اخرى بدينا نستسهلوا في الماموريه مش في المنافس، في الماموريه، وهذاك اللي يخلي من بعد تترتب عليها عده حاجات. ما نقولش انه الناس كل خطيده لا، مي سي ان انشينمون في ديزيفينمون، خاطر التركيز لازم يكون، هذه حاجه هامه. الحاجه الهامه كذلك الاخرى انه الدفاع نتاع الفريق المنافس اللي كان يتصرف تقريبا بسته مدافعين فرد خط، ثم امامهم زوز لاعبين وسط ميدان دفاع يعني بريسك ثمانيه، الى جانب زوز مهاجمين تقريب ثمانيه لاعبين كانوا دائما في الثلث الاخير نتاع الميدان نتاعهم. لاحظنا كان نشوف الهدف نتاع درامان تراوري ثم الهدف نتاع المساكني اللي جابوا في العمق. شنو هي الملاحظه الهامه؟ سكو لي دوز ديفونسور اكسيو، زوز مدافعي المحور، عندهم اشكاليه كبيره في الدوران في الروتاسيون. بعباره اخرى بطء يعني بطء في الدوران، يعني يسوفي دز الكره في ظهرهم وتي اكسيلير تخليهم تكون بعيد عليهم 2 متر وجه لوجه مع الحارس. بعباره اخرى انه السذاجه ولو ما بين قوسين التكتيكيه نتاع اللاعبين نتاع البنين كنا نجموا نستغلوها بعده مرات، لانه تكرر السيناريو مرتين مع الدرامان ومع المساكني وجبنا بهم الهدف، بحكم انه شك فوا نحطوا الكره في ظهر لي دوز سونترو نوصلوا. اذا انا نسال علاش ما عودناش نفس العمليه برشا مرات، بيسكو هي قاعده تنجح وسورتو عندنا الدراجي موجود في المكان هذاك باش يعطينا برشا حلول. وكم من مره شفت انا الاسباس اللي ما بين هك الاربعه السته مدافعين ثم زوز لاعبين الاخرين وسط ميدان دفاعي كان فما هو كان نجم يستغلها خاصه في السرعه. اذا نوصل كلمه سرعه، السرعه نتاع نسج الهجومات كانت خاصه في الشوط الثاني بطيئه، الحلقه المفقوده هي الحلقه المفقوده في تنسيق تغيير نسق اللعب، خاطر فريق كيما هذاك باش نجم تغلبه لما يكون كونسونتري وانه فاق في الشوط الثاني وبدا تقريبا يتماسك دفاعيا ما بين قوسين، خاطر في الشوط الاول ما كان فما حتى تنظيم دفاعي كان واقفين وبس، الشوط الثاني فما شويه نوع من التنظيم عند الفريق المنافس، كنا باش نجمو نغلبوه بتغيير نسق، يعني تهبط وطلع تهبط وطلع وهيك نجم تغلب فاسيلمون الادفرسير. اذا هذوما نقاط اجماليا الايجابيه والسلبيه. الاكيد انه التغييرات كان يحكي عليها، راهو التغييرات حسب ما فهمت انا هي تغييرات اجباريه، لانه درامان حس بوجع على كلام الاطار الفني دونك تجبر باش يغيروا في ما بين الشوطين، كذلك شمام شفناه اصيب وخرج بعد العمليه، الى جانب الدراجي كذلك حس باشكاليه، دونك التغييرات هذه صحيح ما عطاتش اكلها من بعد، لكن النقطه الايجابيه ربما هو مشاركه وجدي بوعزي اللي كان غايب فترة كبيرة على الميدان، وربما العودة نتاعو للمباريات تعتبر إيجابية بحكم أنه جاء في ظروف طيبة ظرف انتصار، وبالطبيعة اللاعب لما يشارك في ظرف انتصار أكيد خير من اللي يشارك في مباراة منافسة. باهي يعطيك الصحة سيدي، خلينا نمشي معك لطفي، يعني أكيد هي قولوا ما قلنا نجم نقولوا كان معناها نتيجة إيجابية بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، لكن بعد 30 دقيقة أكيد 5 أهداف الوقت المتبقي من المباراة ما يسجلش الترجي الرياضي التونسي، خلينا نحكيو ربما في النقطة هذه عن تدخل الإطار الفني، يعني لما يلاحق على الأقل فريقك سجل 5 أهداف في 30 دقيقة، يعني قادر كونه ضيف معناها
ينجم كان النجم يربح بنتيجه اعرض من خمسه، شنو ينجم يعمل الاطار الفني في الوقت هذاك بالذات؟ خلينا نحكيو يعني عن النقطه هذه قبل ما نحكيو فنيا على المباراه. والله ما بون الاطار الفني خمسه بليش معناتها سيتا نيتا مونتال اكثر منه واحد، والملاعب يتهنى على النتيجه 5-0 وزيد كما قال سي رضا معناتها ما عادش فما اوبوزيسيون، معناتها ما فماش علاش باش نزيد انا نقوي النسق ديجا، معناتها كي نلعب في الريتم هذاك نجم نسجل اهداف. ممكن معناتها الملاعب التونسي بصفه عامه مش لاعبيه الترجي معناتها كي يوصل للنتيجه هذيك ما عادش تلقى الموتيفاسيون، ما عادش تلقى كي ما تلقاش اوبوزيسيون تحاول معناتها باش تلعب معناتها ايكونوميز معناتها تحاول باش ترتح روحك لو ماكسيموم. هذه نقطه. النقطه الثانيه تحب ولا تكره معناتها ناقصين نسق اللاعبين تاع الترجي كما اللاعبين الاخرين، معناتها ممكن اي سو بو في دون ان سيرتان مومون في وقت معين حبوش يطلعوا الريتم الاكسيليراسيون تاع 30 متر الاخرانيه ساعات ما تلقاهاش، معناتها تحب ولا تكره معناتها ميم بو امبورت حتى يبدا ماتش اميكال ولا ماتش واحد كي تبدا ناقص نسق وناقص واحد ما تلقاهاش الدوزيام سوف اللي احنا نسميوه. وزيد اون بلوس معناتها ريزولتا بوزيتيف خمسه بلاش معناتها اللي صالحك، معناتها نتصور معناتها الملاعبيه اون جينيرال معناتها هبطوا ساقيهم، خاطر نتصور كان يوسفي كان ماركي الفريق المنافس سجل هدف بركه رانا رينا ليسبيرونس ورينا معناتها اون رياكسيون اخرى، معناتها ديجا معناتها الامبرانت نتاع نبيل موجوده، معناتها ترى الملاعبيه البلاسمون نتاعهم الدخول نتاع الدراما كيفاش تدخلوا في المجموعه، معناتها كي تلقى معناتها منافس اقوى تلقى الاسبيرونس اقوى من هكذا. خلينا نحكي عن نقطه يعني دراما تراوري اكيد جمهور النادي الافريقي يعرف اللاعب هذا جيدا، خلينا نحكي عن الاضافه يعني قدمها دراما بالنسبه للترجي الرياضي التونسي، هل انه يعني نجم يكون احسن معوض لمايكل ايرامو في الفتره هذه؟ سا ديبون انت وخاطر في جمعيه معناتها انت واش تستحق انت معناتها الامكانيات نتاع اللاعبيه اللي عندك، معناتها كان عندك ملاعبيه معناتها نتاع ديبوردومون كيما نقولوا احنا باش يمشيو نتاع سونتراجيت معناتها تو بيزوان معناتها عندك يلزمك واحد ان اتاكون دو بوان دو ميتي معناتها اللي ديما يبقى لك في السيرفاس، كان عندك ملاعبيه معناتها يجيو من تالي واحد ما تستحقش الهدف معناتها الهداف معناتها كلاسيكي كيما نسموه احنا كيما راتهم في برشلونه تو كيفاش تلعب واحد في المشي ما عندهم مش مهاجم قار معناتها تراجع معايا كامله تلعب ما تعرفش عليه شكون يدخل يجي من تالي ماركي ليسبيرونس ما عادش معناتها نورمالمون تكتيكمون معناتها نتصور روسي نبيل ماهوش ناقص معناتها عامل قاري حساب درامان تراوري خاطر كيما قال سي الجدي درامان ماهوش ماك جون اللي يلعب بظهره برشا ماذا بيه يحبد معناتها كي يجي من تالي يصنع اللعب. يعمل يصنع اللعب ويعمل الديفيرونس وتو عنده اكسيليراسيون كان معناتها باش يقعد يلعب اون بوانت معناتها مع اخر دفاع مدافع نتصور ما يحملش باش يلعب ظهره برشا نتصور نبيل عنده معناتها الفكره ويعرف ديجا ماهوش ناقص. بس فاروق خلينا نحكي معك يعني ربما نقطه باش نحب نحكي بها معك. حبيت نعقب شويه على الملاحظه اللي قالوها الاخيان خمسه بشيء ثم انه ما بعد لا شيء، انا شاطر سي لطفي الرويسي نقول ان المقابله انتهت وباش تكون مقابله ممتازه لازم يكون اثنين زوز فرق، يحب يقول لوبوزيسيون ما عادش موجوده والعبره في هذا الكل هو الترشح. نتصور ان الملاعب التونسي ما بين ظفرين عنده شويه اوتو ساتيسفاكسيون، بالنسبه للاعبيه كانوا خمسه اهداف يعتبروا روحهم مترشحوا، اذا كان خرج الملاعبي من يعني الجديه والانضباط يصعب ياسر على الاطار الفني انه يرجعوا. اعتقد ان جمليا النتيجه كانت ايجابيه وانا شخصيا فرحان لانه يوسف المساكني اللي تنتظر فيه مقابله مصيريه بالنسبه للفريق الاولمبي كان في اوج العطاء، وكذلك تشريك البغاني وحارس المرمى بن شريفيه من طرف الاطار الفني زاد شجعني باش معناتها نكون متفائل. انت حكيت على اللاعبين سي فاروق، خلينا نحكي معك يعني على اللاعب رقم 12 يعني رينا لما مباراه النادي الافريقي بحضور جمهور مباراه الترجي الرياضي التونسي يعني دون حضور جمهور، رينا يعني الاجواء كيفاش الفرق ما بين الاجواء في رادس يعني بين مباراه الافريقي ومباراه الترجي، ربما هي نقطه تبقى سلبيه على الاقل لو كان الجمهور موجود في مباراه الترجي كان يشحن اكثر اللاعبين يعني كانت النتيجه تكون احسن هكا برشا. طبعا الجمهور واللاعب معروف رقم 12 ناهيك انه ثم برشا ناس كانت تفكر وما زالت تو تفكر حتى في الفيفا وفي الكاف انه عقاب الجمعيه يكون بحرمانها من لعب الجمهور عامل كبير حد كذلك من شحن عزيمه اللاعبين مع خمس اهداف يظهر لي انتهت المقابله بالنسبه لمخاخ الملاعبين. ربما سيدي باش نسالك انت على اضافه الجمهور يعني في مثل هذه المباريات. الإضافة نتاع الجمهور كانت سلبية المباراة هذه، ما نجموش نقولوا حاجة أخرى، غياب الجمهور كان سلبي ومردوده سلبي على اللاعبين، لأنه الأكيد أنه بعد 5-0
ورغم انه بدايه رجوع معناتها في المباريات بعد توقف، لو كان فما الجمهور انا نتصور الشوط الثاني يكون عنده شكل واحد اخر.